التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه السيد الرئيس في قطر في أول زيارة رسمية لسيادته إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وسمو الأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. كما شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مصر وقطر. وعقب انتهاء المباحثات غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية الدوحة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.